النهارده الحقيقه بيوافق ذكرى ميلاد الفنانه الكبيره والقديره الراحله ناديه لطفي، اللي كان ليها رحله فنيه مليئه بالابداع والعطاء والتميز ومشاهد عظيمه ورسائل اعظم في افلامها واعمالها المختلفه. هي ايقونه الفن المصري يا ليلى. مين مننا او من ذاكره المصريين ممكن ينسى شخصيه ماتي في النضارة السوداء، أو شخصية زوبة في ثلاثية نجيب محفوظ، أو شخصية لويزا المشهورة جدا في الفيلم فيلم ناصر صلاح الدين ليوسف شاهين. أعمال وشخصيات مهمة جدا وراسخة في ذاكرة المصريين حتى الآن. في ذكرى ميلادها ما ينفعش نفوت الذكرى دي من غير ما يكون معانا من اؤتمن على ذكرياتها أو على مذكراتها الخاصة، الكاتب الصحفي الأستاذ أيمن الحكيم، اللي سجل مذكراتها في كتاب مهم جدا، هو كتاب اسمي بولا نادية لطفي تحكي. وكتاب بيتكلم عن حياتها وعلاقتها مع السينما والفن ومواقفها السياسية والحياتية المختلفة، كمان تجربتها الطويلة جدا مع الفن المصري. معانا الأستاذ أيمن الحكيم، بنصبح عليك أستاذ أيمن. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، كل سنة طيبين، ويعني ونشكرك والله ان انتوا فاكرين الست نادية لطفي. الحقيقة واحدة من رموز الفن المصري والسينما المصرية، كانت ست جميلة الحقيقة. ناس كتيرة قوي أستاذ أيمن ما يعرفوش إن اسمها اسمي بولا، ويعني كلمنا عن القصة دي وبداية علاقتك مع الأستاذة نادية لطفي، لأن ليها تجربة كده وليها قصة مختلفة لتسجيل المذكرات. حضرتك قعدت معها ساعات وأيام طويلة، وكان في تجربة لطيفة تجربة لطيفة جدا في إنها توافق إنها تسجل مذكراتها. يعني نادية لطفي الحقيقه كان يعني كان يوم 3 يناير، ده كنا بنعتبره يعني راس السنه بتاعتنا، ده الاحتفال. فكان كل نجوم الفن المصري بيتجمعوا عند الست بولا. انا عايز اقول لك كان يعني هي برج الجدي، وكانت اغلب ضيوفها او يعني صديقاتها برضو برج الجدي. انا عايز اقول لك الفنانه الهام شاهين كانت صديقتها جدا، والهام شاهين مواليد 3 يناير النهارده، يعني برضه عيد ميلادها. فكانت بتسيب عيد ميلادها وتيجي تحتفل مع نادية لطفي. الله يرحمه كان الاستاذ سمير صبري، دلال عبد العزيز، فكانت هي كنا بنسميها زعيمه برج الجدي، وانا كمان برج الجدي، فكنا بنحتفل عندها يعني بهذا البرج. يعني البرج كله يعني ابداع، يعني كل مواليد برج الجدي مبدعين يعني. والله الله اعلم، بس هي كانت الحقيقه هي يعني فست بولا كانت شخصيه جميله جدا. وانا يعني اول حاجه كنت يعني سالتها، انا طبعا عرفتها يمكن يعني 99 2000، وقعدت معاها لغايه اخر وقت. والحقيقه اختارتني اكتب مذكراتها، والحقيقه ده كان شرف ليا، لان هي كانت تعرف اسماء كبيره وقامات كبيره من الكتاب والصحفيين. فالحقيقه يعني قعدت جنبها، يعني قعدت نكتب المذكرات دي، عايز اقول لك حوالي 20 سنه. وانا كنت مستمتع بالصحبه، يعني احنا انا قلت لها عايزين اكتب مذكراتك من خلال المعايشه، يعني يعني ان انا اعرفك كويس عشان اكتب عنك يعني. فالحقيقه كان ليا حظ ان انا اعرفها عن قرب. بولا محمد شفيق طبعا يعني ناس كتير تستغرب من الاسم. صحيح. يعني الاسم الحقيقه يعني غريب، يعني بولا محمد شفيق، بولا محمد مصطفى شفيق. فبولا دي اسم الممرضه الايطاليه اللي انقذت حياه والدتها، كانت ولاده متعثره. بولا هي الابنه الوحيده لوالدها ووالدتها، بالمناسبه ابوها صعيدي من سوهاج وامها من الشرقيه، وكان في اشاعات انها اوروبيه بولنديه، فكانت تضحك تقول انا يعني عمري ما رحت بولندا يعني، او يعني فدي كانت اشاعه. الحقيقه كان لو فاكر كان في يعني كان في وافد بولندي جه في مصر هنا لاسبوع السينما البولنديه، فالاستاذ كمال الملاخي الحقيقه كان خد صوره ليها مع الوفد، وكتب تحتها تعليق ان نادية لطفي تحتفل او تحتفي او تستقبل وفد من بولندا من يعني مسقط راسها يعني. فالحقيقه طلعت عليها اشاعه ان هي بولنديه الاصل، هي بالعكس كانت يعني مصره ان هي ست صعيديه، وهي فعلا كانت صعيديه يعني. فعايز ارجع لك واقول لك هذه الممرضه الايطاليه كانت في المستشفى الايطالي في مصر هنا، وكانت والدتها في حاله صعبه جدا في الولاده، وهذه الممرضه هي اللي انقذت حياه الام. فالاب الحقيقه امتنانا لهذه الممرضه الجميله سمى بنته على اسمها، فبقى اسمها بولا محمد مصطفى شفيق. الحقيقه عايز اقول لك بس ان اسم نادية لطفي نفسه هي مقتبساه من روايه للاستاذ حسين عبد القدوس، وكانت تحبه جدا. نادية لطفي دي بطله لا انام، الروايه الشهيره للاستاذ حسين.
وهي لما جت تشتغل في السينما كان لازم يعني تبقى ليها اسم فني. استاذ رمسيس نجيب الله يرحمه طبعا هو اللي اكتشفها، قال لها بولا شفيق دي يعني اسم مش فني، لازم تختاري لك اسم. فهم يعني عرضوا عليها كذا اسم، منها سميحه حسين حاجات كده او سميحه حمدي. فهي قالت لا انا بحب اسم نادر لطفي، انا بحب البطله بتاعت احسان، وخدت الاسم ده. من خلال وجودك معاها على مدار السنين دي علشان كتابه المذكرات، ايه ابرز المواقف اللي يمكن سردتها في الكتاب الخاص بمذكرات الفنانه القديره ناديه لطفي على المستوى الانساني، يعني بعيدا عن جانب السينما اللي بالتاكيد كان ليها باع طويل فيها افلام كثيره، لكن الجانب الانساني لناديه لطفي؟ الجانب الانساني انا يعني ممكن الخصه في الجانب الوطني. ست كانت وطنيه جدا، بتحب مصر جدا. ناديه لطفي لما قامت حرب اكتوبر اول ما سمعت خبر العبور الحقيقه سابت كل حاجه وراحت قعدت في مستشفى القصر العيني عشان تستقبل المصابين من الجنود اللي جايين من الجبهه، وقعدت طول فتره الحرب موجوده في المستشفى ما تروحش بيتها اصلا. فالحقيقه وحتى اخر وقت من حياتها كان بيجي لها جوابات من الجنود او العساكر المصابين اللي هي راعتهم في المستشفى، وكانت على اتصال بيهم طول الوقت. فالحقيقه كانت ست وطنيه جدا، وفتره الاستنزاف راحت الجبهه وشاركت في المجهود الحربي، وكانت ست الحقيقه بتحب مصر جدا، يعني كان عندها يعني محبه شديده للبلد وعارفه قيمتها. فطول الوقت يعني كنت تحس انها ست مصريه جدعه الحقيقه. بالاضافه الى الجدعنه اولاد البلد، يعني عايز اقول لك يعني مثلا اقول لكم موقف. الاستاذ رأفت الميه الله يرحمه، هذا المخرج الكبير استاذ رأفت، كان في اخر حياته كان عنده ازمه مرضيه الحياه طويله، وكان محتاج يعني قرار علاج على نفقه الدوله. انا عايز يعني اقول لكم مثلا ثلاث ايام يعني ما بتنامش لغايه ما طلعت له قرار العلاج، يعني تكلم وزير الثقافه، تكلم مجلس الوزراء، تكلم يعني كلمت مصر كلها ثلاث ايام والله صحي عشان تطلع قرار علاج للاستاذ رأفت الميه. فكانت ست الحقيقه جدعه جدا، وكانت رغم الارستقراطيه دي بس كانت بنت بلد جدا. يعني عايز اقول لك مثلا كنا نمشي في الشارع، هي كانت في جاردن سيتي، كانت عارفه كل البوابين اللي في الشارع والبقال والمكوجي، وعارفاهم بشكل انساني، وتقعد تسالهم بنتك عملت ايه؟ طب ابنك راح المدرسه؟ طب خف؟ كان عنده برد؟ يعني عندها زي ما حضرتك قلت دلوقتي انها جميلة. يعني هي صعيديه جدعه، يعني فعلا عندها الحس الصعيدي او الحس المصري جدا ده. من الجانب الانساني واللي حضرتك ذكرته الى الجانب الفني مره ثانيه، الكتاب مقسم الى اربع اقسام، بنتكلم على انا والحياه، انا والمثقفون، انا والسينما، يعني اقسام مختلفه بتتكلم عن محطات في حياه الراحله ناديه لطفي. عايز اتوقف مع حضرتك عن علاقتها بمخرجين كبار اشتغلت معاهم زي شادي عبد السلام في فيلم الموميا، او يوسف شاهين طبعا اكتر من فيلم، ورمسيس نجيب اللي اكتشفها لاول مره، علاقتها بكبار المخرجين في الفتره دي وكمان كبار الممثلين اللي مثلت معاها. هي الحقيقه كان ليها حظ ان هي تشتغل مع يعني اكابر المخرجين ونجوم السينما في الوقت ده. هي كانت الحقيقه تحب مجموعه منهم زي الاستاذ حسين كمال، كانت يعني الحقيقه تحبه جدا، الاستاذ يوسف شاهين، الاستاذ حسن الامام اللي عملت معاه فيلم الخطايا، الحقيقه كان من سبب سعدها لانها كانت بطله قدام عبد الحليم حافظ نجم زمانه. يعني انت عارف يعني بطله قدام عبد الحليم دي كانت حاجه يعني حاجه تختصر لها سنين من الشهره يعني. فهي الحقيقه كانت حسام الدين مصطفى، هي اشتغلت مع اغلب المخرجين الكبار في يعني في وقتها، واشتغلت مع اغلب النجوم الكبار كمان. يعني بنتكلم عن عبد الحليم حافظ، رشدي اباظه، طبعا احمد مظهر، يعني الحقيقه عمر الشريف. الحقيقه كانت يعني هي كانت محظوظه ان هي تشتغل. بالمناسبه هي عملت هي والاستاذ رشدي اباظه وفريد شوقي الله يرحمه عملوا شركه انتاج وفلست من اول فيلم، ان هم ما لهمش في الانتاج اصلا، هم لهم في التمثيل. فهم الحقيقه مع يعني الحقيقه يعني بعد اول فيلم الشركه فلست، فقرروا هم يمثلوا بس يعني. بس هي كانت محبه للسينما جدا، وكانت مستعده ان هي تنتج. ويعني بالمناسبه ناديه لطفي اول حد خد كاميرا وراح سانت كاترين بعد تحرير سينا، خدت كاميرا على حسابها وراحت، كانت اول حد يدخل دير سانت كاترين وتطلع الجبل تشوف المشقه دي، وكانت يعني عندها فيلم الحقيقه نادر جدا عن سانت كاترين بعد التحرير، وكانت الوحيده اللي قدرت تدخل الدير وتصور جوه.
فالحقيقه كانت ست الحقيقه يعني انا بقول لك وطنيه وكانت فنانه بجد. صحيح. بالمناسبه كانت تزعل لما تقول لها ان الفنانه المعتزله، هي بتقول ان الفن عمره ما كان، لا يمكن حد فنان حقيقي يعتزل. هي كانت شايفه انها يعني مش لاقيه ادوار ترجع بيها. وعايز اقول لك انها لاخر وقت كان عندها احلام. عايز اقول لك مثلا كان من ضمن امنياتها ان هي تعمل دور اسمهان. اسمهان اه كانت تحب الشخصيه جدا وكانت مستعده تعمل دورها طبعا وهي صغيره. وراحت ل وخدت موافقات واشتغلت على الفيلم، بس الاستاذ فؤاد الاطرش قرر ان هو او صمم ان هو اللي يخرج الفيلم. فهي رفضت، وهي كانت عايزه حسين كمال فباظ المشروع. كانت نفسها تعمل دور الملكه نزبي، ملكه نزبي. كانت امنياتها الكبيره تعمل دور الملكه تي ام اخناتون مع شادي عبد السلام. طبعا هي كانت علاقتها بشادي عبد السلام فيلم يعني موميا طبعا، ده كان فيلم عظيم جدا. كانت تحب شادي جدا الحقيقه وكانوا اصحاب. انا عايز اقول لك كانت معلقه في صالون بيتها جوابات بعتها لها شادي عبد السلام باللغه الهيروغليفيه، كاتب لها جوابات كانت معلقاها كده الجوابات في صالون بيتها. فكانت تحب شادي وكانت تحب كل يعني كان علاقتها بالوسط السينمائي الحقيقه كانت جميله جدا. يعني ما تقعد تكلمك مثلا عن الاستاذ احمد مظهر، عن كل النجوم عمر شريف احمد رمزي، هي اشتغلت مع كل النجوم الكبار دول الحقيقه. محمود مرسي كانت الحقيقه تحبه جدا الحقيقه، محمود مرسي عمل معاها يعني مجموعه من اجمل افلامها. فهي كانت ست محظوظه بالتمثيل. وكانت الحقيقه عندها حاجه ان هي تحب تساعد النجوم الشباب او المخرجين الشباب. يعني هتلاقي اول اعمال مثلا الاستاذ خالد بشاره، الاستاذ علي عبد الخالق، سمير سيف، هتلاقي اغلب اعمالهم الاولى ناديه لطفي موجوده. جميل. طيب استاذ ايمن، من وجهه نظر ناديه لطفي كان ايه اقرب الافلام لقلبها او الفيلم اللي حست فعلا انه كان نقله او حاجه مختلفه في تاريخها السينمائي الطويل والمتميز؟ هي كانت تحب مجموعه افلام ليها، طبعا افلامها مع عبد الحليم حافظ. كانت تحب فيلم النضاره السوداء لان كانت شايفه ان دور جريء ويعني كان يعني صعب ان حد غيرها يعمله. تحب دورها في السمان والخريف، في الثلاثيه الاستاذ نجيب محفوظ، طبعا الناصر صلاح الدين يعني فيلم يعني الناصر ده طبعا من الافلام فهي الحقيقه كانت طبعا هي يعني الحقيقه كانت محظوظه بهذه مجموعه افلام الحقيقه عملت منها واحده من اساطير السينما المصريه. طب في فصل مهم في فصل مهم في الكتاب انا والمثقفون، حضرتك حطيت له هذا العنوان انا والمثقفون. بعدين كان في سمه جميله جدا في الزمن الفني الجميل ده، انه الفنانين كانوا بيمثلوا فكره نموذج الفنان المثقف، الفنان اللي ليه علاقه بالادباء والشعراء والمثقفين. والاستاذه ناديه لطفي الراحله العظيمه كان ليها علاقات مع مثقفين كبار جدا، وفي تجربه خاصه مع روائيه كانت صديقتها هي عنايات الزيات، وهي روائيه كتبت روايه واحده فقط وانتحرت واثرت على حياتها بشكل كبير. فكره علاقه الفنان بالمثقف ازاي نموذج ناديه لطفي عكستها؟ هي فعلا كانت ست مثقفه حقيقيه وكانت بتقرا وبتتابع، وكانت تربطها علاقه بنجوم زمانها من المثقفين خاصه الاستاذ يوسف ادريس. صحيح. وعايز اقول لك انها عملت فتره من حياتها كانت تعمل صالون ناديه لطفي في بيتها. صالون كان عجيب جدا يعني بيجي لها يعني كل نجوم الثقافه المصريه. يعني هي كانت يعني مياله لمدرسه روزا اليوسف، كانت يعني بترتبط بصداقات مع كل المجموعه اللي هناك، استاذ احسان عبد القدوس، كامل زهيري، صلاح حافظ، المجموعه بتاعت يعني الاستاذ طبعا الاستاذ مفيد فوزي الله يرحمه. فكانت بتعمل صالون في بيتها يعني كل شهر وتدعو كل الناس. بالمناسبه كان في ليها جمعيه الحقيقه، طبعا دي محتاجه حكايه لوحدها، اسمها جمعيه الحمير. الحمير دي جمعيه الحقيقه ممكن تبقى اسمها كوميدي بس هي كانت معتزه جدا. طب ليه ده ايه سر التسميه؟ اشمعنى جمعيه الحمير؟ التسميه ليها سبب تاريخي الحقيقه. هو يعني مؤسس الجمعيه الاستاذ زكي سليمات الفنان العظيم. والاستاذ زكي كان عنده معركه للحصول على موافقه بتاسيس معهد للتمثيل في مصر، ده كانت مشكله اياميها. فكانوا رافضين لي يعني الترخيص بالمعهد،
فكان ساعات يزهق ويروح لتيف وان اللي هو الفنان التشكيلي الاسكندري العظيم، فسيف يقول له يا زكي يعني خلي عندك صبر الحمير. فهو كان يعني معجب بالحمار ده ان هو بيشتغل فقط حمول وصبور يعني حمول. ايوه تمام. فهو عجبه الفكره، فكره ان هذا الكائن الحمول الصبور، فقرر يعمل جمعيه من كل اصدقائه الحمولين الصبورين اللي هم لا يملوا من الصبر والشغل. فعمل اسس جمعيه اسمها جمعيه الحمير، وكانت وصيته قبل وفاته ان هي نادي لطفي تبقى هي رئيسه الجمعيه. وكانت هي يعني سعيده بحكايه ان هي يعني رئيسه جمعيه الحمير. وعلى فكره كان فيها اسماء مهمه جدا، يعني الاستاذ توفيق الحكيم كان عضو في الجمعيه، الاستاذ محمود السعداني، الاستاذ احمد رجب، اسماء كبيره جدا كانت موجوده، وحاولوا يعملوها ترخيص بس طبعا اترفض الاسم، قالوا غيروا الاسم يعني. فهي الحقيقه كانت عندها تجارب يعني غريبه كده. طب ليه كانت شايفه ان المخرج حسن الامام تحديدا هو علامه من علامات السينما المصريه؟ ليه كانت دي وجهه نظرها فيه؟ لا مش هي بس الحقيقه، يعني انا عرفت يعني او كان لي حظ اعرف مجموعه من النجوم الشغل مع الاستاذ حسن الامام. حسن الامام كان نجم زي نجوم التمثيل بالظبط، يعني كان اول مخرج يبيع الافلام باسمه. يقول لك فيلم لحسن الامام، بس تحط اسم حسن الامام على الافيش. هو راجل كان الحقيقه شاطر جدا في السينما، يعرف يعمل فيلم تجاري كويس، فيلم يعني فيلم جماهيري. فالحقيقه كان هو الحقيقه مميز في المنطقه دي. ويعني مثلا انا كان ليا حظ اعرف الست هند رستم الله يرحمها، كانت برضه شايفه ان هو يعني احد عباقره السينما المصريه، الاخراج السينمائي اللي ما خدش حظه. فهي نادية لطفي الحقيقه اشتغلت معاه في اكتر من يعني من حاجه. هي كانت تحب فيلم الخطايا لان هو اللي رشحها. بالمناسبه هي كان يعني والله مش نكته، بتقول لي كان قبل ما تعرف عبد الحليم كان مطربها المفضل شكوكو، استاذ محمود شكوكو، كانت تحبه جدا وكانت تغني اغانيه ساعات ما تكون رايقه كده تقعد تقول مونولوجات انا مع والله ما كنتش اعرفها خالص شكوكو، وتغنيها يعني براعه شديده جدا وتقلد شكوكو فيها. فكان مطربها المفضل قبل ما تعرف عبد الحليم الحقيقه. احنا محتاجين بجد يعني حلقات وحلقات نتكلم على جوانب كتيره جدا ابداعيه وانسانيه وفنيه وكمان سياسيه، ليها مواقف سياسيه مهمه جدا لما راحت في حرب 73 للجبهه، وقفت كمان في مواقف كتيره عربيه كمان مشرفه بتمثل فكره الفنان الموقف او الفنان المثقف. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن على كل التفاصيل الجميله دي، ونتمنى ان شاء الله كده يعني تنورنا في الاستوديو، يبقى في لقاءات اكتر عن كتاب اسمي بولا ناديه لطفي تحكي، وهي المذكرات الخاصه بالفنانه ناديه لطفي اللي هو النهارده بيوافق ذكرى ميلادها. احنا بنشكر شكرا جزيلا استاذ ايمن الحكيم.